وصلنا هلا لطرابلس الجميله ونحن بساحه النور. مارون طبعا دائما جاهز، وصار معنا تميم متلج الفنان الرسام المبدع. طلعنا اليوم لعنده على طرابلس لحتى نصور، لانه نحن بنفتخر بهذه المدينه الجميله وبدنا نشوف احياء وشوارعها وبعض الابنيه اللي فيها وما شابه. فوين بدك اول شيء تاخذنا يا تميم؟ ترك لنا يا مفاجاه. خليها مفاجاه. اوكي. هاي طرابلس يا صديقي، طرابلس. تميم متلج الصديق العزيز والفنان الصغير بالعمر ولكن الكبير بفنه. أنا سعيد اليوم وسعادتي مزدوجة، أولا لأنه الحمد لله عملت عمليتك ونجحت وهلأ بنحكي فيها، وتاني شيء أنه أنا اليوم عندك بطرابلس أنا ومارون، ومش بس بطرابلس، بقلعة طرابلس اللي هي رمز طرابلس اللي هي مدينتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ منير ومارون بطرابلس، وانا كمان سعيد كتير بوجودكم ومبسوط كتير وشو بدي اقول يعني، اهلا وسهلا فيكم. اول سؤال رح اسالك اياه عن وجود هذه القلعه، المكان الجميل والاثري بطرابلس، ومثل ما شفنا في بعض الزوار، ولكن ينقص القلعه وينقص هذه المدينه ان العالم تعرفها، تعرف انه فيها اثارات جميله، تعرف انه فيها فن، تعرف انه فيها فنانين مهمين مثل حضرتك. فشو ممكن تقول انت لكل المشاهدين سواء بلبنان او بالعالم العربي او بالعالم عم بيشوفونا، شو فيك تحكي عن هذه المدينه طرابلس؟ بحب اقول انه مثلا هون كقلعه طرابلس يعني او كالاثارات الموجوده هلا مثل ما كنا عم نعمل برمي بالاسواق، في ضعف او في قله اهتمام كثير كبيره بهالمنطقه الاثريه والمباني القديمة، يعني كلها بحاجة لترميم وتصليح يعني. يعني أنت بتوافقني أنه طرابلس مدينة منسية وبدأ اهتمام على كل الأصعدة؟ صحيح صحيح مدينة. بدي أدخل بموضوع العملية اللي عملتها وهي زرع كلوي، الحمد لله على سلامتك مثل ما قلنا قبل شوي، وأنت حبيت تحكي عن الموضوع، يعني سألتك قبل المقابلة وحبيت تحكي عن الموضوع، مش أنه عم نحكي عن موضوع العملية بدون إرادتك. كيف كانت هالتجربة؟ والحمد لله أنك صبرت وصمدت وقاتلت إذا صح التعبير. صحيح، لا هي كتجربة يعني هي تجربة كتير صعبة صراحة، والمرض اللي أنا بدأت فيه من الأول من خلال تقريبا من 10 سنين تقريبا، يعني كان كله بالصدفة اكتشفته لهيدا المرض، يعني هو نحن ما كان عندنا فكرة أنه هو مرض وراثي، هو كسل كلاوي ما هيك؟ هو فشل كلاوي تام يعني، فهو انا اللي اكتشفنا يعني بالصدفه من خلال الضغط، يعني اخذ ضغطه وكان عادي، وبدانا بالموضوع بلشنا نوصل ل يعني تبلش يسوء حالتي كثير، فلجأنا بقى اخر شيء للحل هو غسيل الكلى. فهو الحل يا غسيل كلى يا زرع كلى، يا غسيل الكلى دائم يا اما بدك تزرع كلوي، يا اما هو الزرع الحل الانسب. كويس. هلا طبعا عندنا بلبنان يعني قدمنا على قسم الأعضاء ببيروت، وكان من خلال 10 سنين ما صار شيء إيجابي اتجاهه أبداً،
لحد ما في شخص صديقي هو ساعدني وساعدني بالزرع الحمد لله. كنت أحب أحكي عن الفن بهذا الموضوع، كان يعني كان كتير مساعدني بهذا الطريق. يعني كنت أنا خلال وقتي بالغسيل فش خلقك بالفن. فش خلقي بشكل كتير كبير، وحاول أنسى الموضوع اللي أنا فيه من خلال الرسم والتلوين والفن وهيدي الأجواء كلها، وكنت انبسط كتير يعني، وانسى كل شيء عم يصير معي من قبل. بس بنفس الوقت انت كنت عم تتعلم، لانه انت يعني ما صارك زمان كتير مخرج، لانه بعدك شاب الله يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية. فانت عم تدرس وعم ترسم، كيف ميز نفسه تميم مثلج؟ يعني نحن عم نشوف هاللوحات اللي انت فيهم الموضوع الادكشن او الادمان، صحيح. كيف طلعت لك الفكرة؟ هلا هي اول شيء بلشت انا بالجامعه. انا كنت قبل الجامعه عندي هيدي الهويه، انا بحب اشتغل يعني ارسم انا لوحدي. فهلا اول ما فتت على الجامعه، على اللبنانيه، الجامعه اللبنانيه، صرت اخذ يعني الامور الاساسيه بالرسم، يعني الامور يلي مثلا البورتري، الطبيعه، الامور يلي بدرسوها اكاديميا. نعم. بس هو طبعا يعني اللي بده يفوت على هيدا المجال الفاين ارت بالفن التشكيلي لازم يكون يشتغل على حاله خلال هالسنوات على نوع معين من الفن، على شيء يبرع فيه. صح. هلا نحن على السنه بالليسانس مثلا ببلشوا خلي كل واحد بقى يشتغل هو شو بده، يعني حتى نشتغل بورتري بس تشتغلها انت على طريقتك. نعم. تشتغل مثلا طبيعه بتشتغلها انت على طريقتك، لنوصل بقى لاخر السنه بروجي فينال بدك بقى انت تشتغل شيء تكون انت مخترعه ومعمول. يعني هو حتى هيدا السيل اللي عم اشتغل عليه مش موجود كثير يعني بالجامعه، ما درسينه اصلا بالجامعه. انا اشتغلت على حالي فيه بالبيت لوحدي، ودايما برم وشوف واطلع على الفنانين اللي بيشتغلوا بالبوب سورياليست، فكنت كتير بحب هيدا النوع من الفن، وبحب كل شيء فيه خيال وفيه شخصيات خيالية وفيه كاركترات خيالية لحتى أعبر عن موضوع. هو يعني بحب أعبر عن مواضيع اجتماعية موجودة بوضعنا، أو فيك تقول مشاكل اجتماعية عم نعيشها. فهي شو رسمت عن الإدمان لهلا؟ أي مشاكل؟ مثلا الإدمان هو بحد ذاته مشكلة طبعاً. كتير كبيرة بالمجتمع. أكيد. فبالتالي انا يعني اطلعت على اربع انواع اللي هن اساسيات او فيك تقول من اخطر الانواع الموجوده، اللي مثلا اشتغلت على دروجز ادكشن، واشتغلت على ادمان الكحول. اوكي. وهول بلشت فيهم اول شيء، بعدين ضفت بقى الالكترونيك ادكشن، هو يعني هو بعصرنا هلا لكل وقت على التليفون او على اللابتوب على بلاي ستيشن كل شيء. واخر شيء هلا يعني ختمت نوع الادمان بالفود ادكشن اللي هو عن الاكل، يلي بصير بقى يعني اراده الانسان بتضعف تجاه الاكل، وبصير بقى عنده هالمشاكل يلي ممكن نوصلها بالمرض اللي انا عانيت منه. ممكن يعني الشخص يلي كتير بيشتغل على هيدا النوع يعني بيأدمن على الاكل بصير ممكن يصير معه يمرض. مضاعفات بالكلى، يعني الكلى بتوصل لمرحله ما بتقدر تستحمل هالكم الهائل مثلا من الاكل او الملح او قله المي بالجسم. فبالتالي هيدا موضوع كتير مهم. يعني انت عم تعطي مشاهد فنك صحيفا، ولكن ايضا عندك رساله لتلفت نظره. وانت قلت لي قبل المقابله انه بدي اقول للي بيشاهدني حتى على هاي المقابله على اليوتيوب شانل انه انتبهوا ما تكسروا من الملح، اشربوا كتير مي. هل عندك كمان طريقة تانية من خلال فنك تقلهم إضافة للكلام اللي أنت عم تلفت نظرهم فيه للناس؟ الفكرة الأساسية هلا بفكرة الإدمان اللي كنا عم نشتغل عليها كان في يعني هيك تلميح بسيط عن الموضوع، يعني مثلا مش كتير موضح الأمر. أنا بس شفتك راسم كيدنيز. أنت هيدي لوحة كانت عم عبر عن إنه الكيدنيز هي الحياة. يعني هي جزء كتير أساسي من الجسم، وهي اللي بتقدر تمشي الجسم كله. يعني حتى لو كلوة واحدة بتقدر تمشي كل الجسم وهذا. فبالتالي أنا بدي أشتغل على موضوع يكون أكثر وضوحا من خلال هذا الموضوع، ومثل يعني توعية للأشخاص وللناس من عدة جهات. مثلا أول جهة مثلا ساهموا بالتبرع، يعني شخص يتبرع لشخص تاني بالكلى يكون بحاجة لهذا. ويمكن كمان في رسالة مثلا للدولة يهتموا بهذا المجال. صحيح. زرع الأعضاء بشكل عام، يعني مثلا مش بس الكلى، أي نوع عضو كمان يهتموا بهذا الموضوع. يعني صراحة أنا حسب خبرتي ما في اهتمام. قلت لي نطرت 10 سنين وما وصل لك شيء. ولا شيء ولا شيء ولا اتصال ولا شيء. هذه طيب. مشكلة كبيرة.
بموضوع الرسم اللي انت مكمل فيه، وهيدي اذا بدك الطريقه اللي عم ترسمها او هيدي الكونسبت اللي ماشي فيه، قد ايه مكمل هيك؟ عندك فكره ولا بتترك انت ريشتك او افكارك يعني بتقعد على اللوحه وبترسمها؟ عم بتخطط قبل شو بدك انا تعمل؟ صراحه دايما بخطط، يعني بخطط للوحات اللي بدي اشتغلها، برسمها على سكتش، بركز عليها، وبعدين دغري بصير بصممها انا على الاحجام اللي بدي هلا اياها. شو راسم على سكتشز؟ هلا محضر شيء؟ عم بشتغل، ايه عم بشتغل على لوحه كمان عن ادمان الاكل، بعد في لوحه كبيره عم بشتغل عليها، وكمان في عندي هيك يعني بعد عم بشتغل على موضوع الادمان. يعني هو صراحه موضوع كتير كبير، وحتى يعني فيني اتوسع فيه اكتر من هيك، بس مش هطول كتير فيه، بقى هحاول فوت بموضوع تاني. ف في بلبنان مثلا مدمنين جمع مصاري، يجمعوا ويسرقوا من العالم، اكيد ما هي وفي انواع مدمنين بنزين انه يضلوا يعبي بنزين هيدي. حتى لو هلا سيارته موضوع لازم ملانة. اشتغل عليه، لازم اوقف كل شيء واشتغل على هذا لازم الموضوع. تعمل هو الجالونات، واحد عم جمع كذا جالون. ما هو هيك، تميم اللي بشوف لوحاتك فعلا، خصوصي الاربعه تبعوا الادمان، كل وحده بلون بس في تدرج باللون. كيف اخترت هيك طريقه الرسم وخصوصي الالوان الفاقعه اذا بدك؟ هلا انا حبيت اغير شوي عن انه انا دائما بشتغل لوحه فيها كل الالوان، فيها يعني فيها كميه الوان كتير كبيره، وهذا اللي اكثر شيء بحبه. حبيت يعني هيك جرب شيء، انه نجرب كل لوحه نعمل نشتغل على لون واحد، نشتغل على التدرجات هيدا اللون، وخلي لحتى العين تشبع لا من صح صح اللون نفسه. بس هذه ما فيها قوه يعني، هذه بتجي من العلم ولا من التجربه؟ يعني هي هيدي من التجربه من صراحه. تجربه خلط الالوان وما شابه. مزبوط. وال يعني حتى الباك جراوند الموجود بده يكون يعني الالوان اللي موجوده بالكاركتر نفسه متشابهين، يكونوا نفس الالوان تقريبا. تميم بمين تاثر من الفنانين؟ تاثرت بحدا ولا مثل الفنان اللي بيقرا 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 او بشوف 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 وبعدين بيعمل كاركتيره الخاص انا او طريقه صراحه الخاص؟ انا كتير يعني بتابع وبشوف وبقرا، عنا يعني كتير بطلع على فنانين بشكل عام، وحتى الفنانين يمكن يكونوا حديثين مش فنانين قدام، يعني اكتر شيء انا برم بطلع على فنانين الحديثين. لا صراحه بحب اكتر شيء يعني الشيء اللي متاثر فيه انا هو الكرتون موفي اللي قدام تبعوا ديزني، وكان يشتغلوا فيهم يعني حتى كانوا يعملون من صور ويجمعون الموسيقى الموجوده فيها، الافكار الخياليه تعطي لك الموجوده فيها، ايحاءات للرسم. حتى الموسيقى لحالها بتعطيني ايحاء صراحه. اكيد يعني كان عن جد في من زمان كتير ابداع بهذا الموضوع. انا كتير يعني اكثر شيء متاثر فيه من انا وصغير كتير كنت تابع الافلام الموجوده. نعم. فيها اساتذتك بالجامعه تاثرت بحدا؟ قد ايه فادوك؟ مثلا بسام كيرلس واحد من اساتذتك، ونحن التقينا فيك عنده كمان، نحن كنا عم نعمل مقابله معه وكثير سررت انك كنت عم تزوره. ف قد ايه اثر فيك بسام وغيره من الاساتذه بالجامعه اللبنانيه؟ صراحه يعني كل الفخر كلهم دعموني بهيدا السيل اللي عم يشتغلوا. واول واحد دكتور بسام كان واقف حدي ويقول لي ضلك اشتغل عليه، وكنا حتى اشتغل نحت السيل تبعي، اشتغل نحت عنده تحت بالجامعه. نعم. كان هو الدعم كتير كبير بالنسبة للنحت أكتر شيء، وللوحات طبعا. يعني هو كان من اللجنة اللي حكمت على بروجي فينال تبعي، وكان هو دعم كتير كبير لي مع الأساتذة. ممكن توصل تميم مثل جو ما كمان ترجع تعمل منحوتات، ولا بدك تعمل ساتوريشن من هيدي الفكرة الرسم وبعدين ممكن ترجع تروح للنحت؟ يعني انا صراحه كثير بحب اشتغل نحت، ويعني انا يعني هو فن تشكيلي بالاخير طبعا، والفنان التشكيلي هو في يشتغل على جميع انواع الفن التشكيلي. فالنحت هو يعني فيك تقول تجسيد اللوحه على شكل 3D. يعني لما المشاهد بده يطلع على لوحه يشوف مثلا في كاركتر معين او شخصيه معينه موجوده قدامه بالحقيقه، حيعيش اكثر بالجو الموجود بالهيدا. انا صراحه بحب كمان كبر المنحوتات، بس هلا يمكن كمني قادر هلا اشتغل هالقد احجام كبيره او ما في مساحات يعني. بس هلا انا عم اشتغل على اللوحات، وان شاء الله بعدين بشتغل بطور فكره النحت عندي. تجربه الانستتيوشن اللي اسمها وورد ارت كولكتر قد ايه كانت مفيده لتميم متليج؟ صراحه كثير كثير بتشكر فادي ملص على هالدعم الكثير كبير اللي قدم لي اياه، وهالتشجيع كثير كبير. وورد ارت كولكتر يعني هي منصه رائعه،
للفنانين، وعم تعرف يعني، عم تجيب فنانين وتعمل مسابقات. يعني فيك تقول يعني عم نتعرف على فنانين، حتى انا هلا بعدنا عم اتعرف، حتى هول الفنانين انا عم يشاركوا بالورد ارت كولكتر عم يحكوني وعم اتعرف عليهم، عم يصير الاصدقاء يعني. وطبعا يعني العلاقات كثير مهمه بهذا المجال. وورد ارت كولكتر مثل يعني وسع الفن، او اعطى مثلا يعني فيك تقول وصل الفنانين مع بعضهم. فرصة تواصل صح مظبوط سواء مع المنصة أو مع الفنانين، أنا مظبوط. يعني أنا بشوفها بهذه الطريقة. متى نرى لتميم متلج إذا بدك معرض خاص فيه؟ صراحة معرض يعني عم بشتغل على الموضوع كفكرة بشكل عام أنا، بس ناطر يعني يكون في يعني اشتغل على موضوع يكون لوحده، وعم فكر كمان يعني لحتى اختار المطرح المناسب يلي بدي اشتغل فيه المعرض، بس عم حضر يعني ان شاء الله لمعرض. يعني بنحكي مثلا عن طرابلس او عن بيروت او عن غير مكان انا لوكيشن، يعني اللوكيشن اكيد يعني اكيد ببلش ببيروت يعني طبعا، بالعاصمة. لانه يعني عندنا مثلا بطرابلس ما في كتير يعني، ما في مثلا جاليريات او شيء يعني الواحد يقدر يعرض فيه. يعني فيك تقول بيروت هي اكتر مطرح بلبنان، ممكن يعني اكتر مطرح موجود في الفن بلبنان. تميم، انت كيف بتشوف حالك بعد 10 سنين صراحة ما بعرف على يعني، الصعيد الفني؟ يعني هل تحلم بالعالمية؟ هل تحلم انك تفوت على كل بيت لبناني وعربي؟ شو بيحلم تميم متلج؟ هلا طبعا كل شخص بيحلم يتطور اكثر وهذا، بس هي اكثر شيء يعني يعني هي شغلة يعني الواحد بده يشتغل على حاله كثير لحتى يقدر يوصل لهذا للعالمية، او نوصل حتى اعرض برات لبنان. فطبعا يعني حلم كل شخص او كل فنان يتطور لهي الدرجة يعني. تعتبر حالك منتج كثيرا، برودكتيف؟ انت برودكتيف يعني بتشتغل كثير بالنهار، بترسم ليل نهار، يعني بتفيق بالليل صراحة لتكمل لوحة؟ كتير بحب اشتغل، واشتغل بوقت طويل يعني. هلا طبعا الوقت والحالة اللي كنت فيها يمكن ما كانت تساعدني شوي لاشتغل، بس هلا الحمد لله صار في تحسن اكتر وفي انتاج اكتر يعني الحمد لله. بدي اقول لك الحمد لله على السلامة مرة تانية، وهذا اللقاء لقاء جميل جدا بجنة من حيث الرمزية تبعه وين بالقلعة طبعا وبطرابلس، وإن شاء الله نحن وإياك لقاءاتنا مستمرة، وبدنا نضلك تعطي فن وفن جميل، ونشوف فعلا يعني فنك معلق على كل الجدران اللي بتقدر الفن، وأنت فعلا فنان لبناني مميز. بتمنى ذلك، بتمنى ذلك، وشكرا كثير لك ولمارون وبوجودكم هون بطرابلس، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. بوكس